واحد بيقول لماذا اختار يسوع 12 تلميذا فقط؟ ولو اختار 15 هتقول لماذا 15؟ ولو اختار 20 هتقول لماذا؟ ما انت دلوقتي مش بس الاسئله ليه ما بتدخلوش طلب في احد الدراسات، ده في اسئله عن المسيح نفسه. المسيح ان كان قد اختار 12 تلميذ اختار ايضا 70 اخرين، فما كانوش ال 12 فقط، دول ال 12 دول كبار التلاميذ اللي بنسميهم الرسل الاثني عشر. واختار زيادة على 70 في نسوة كنا يتبعناهم، زي مريم المجدلية مثلا ما كانتش الا من 12 الا من 70، وزي النساء ورد ذكرهن في انجيل لوقا كنا اخدمناه من اموالهن. هو اختار ال 12 عشان يبقى التركيز عليهم، تركيز عليهم ياخدوا كل التعليم وينقلونه الى الاجيال الاخرى ويكونوا مستأمنين على قيادة الكنيسة ورئاستها فيما بعد.